السلام عليكم خوتي، اخوكم حميد توجور. نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله وعلى خير، تكونوا قاع بصحه جيده وقاع كما نقولوا يكون اسم ربي سبحانه يعطيكم غير الحاجه المليحه وحاجه اللي تتمنوها ان شاء الله. اليوم موضوع تاع اليوم موضوع صغير خفيف، وهو عباره عن تذكير، لانه سبق ان تكلمنا في هذا الامر في مواضيع وفيديوهات سابقه، لكن نذكروا لعل الذكرى تنفع المؤمنين. الموضوع تاع اليوم هو الإسهال عند الطيور. الإسهال عند الطيور إلي فريكون، يعني متكرر على مدار العام، يعني أي اختلال صغير في نظام الغذاء أو أي تقديم مبالغ فيه لغذاء طري أو نبات بري أو أي حاجة تقدمها تزيد عن الحد تاعها، دير في بالك باللي راح تمرض هذا الطير وممكن تسبب له إسهال. إما يكون إسهال خفيف، إما يكون إسهال هذا راح يأثر على صحة الطير، هذا راح ينشفه، راح يدير له الجفاف تاع الجسم، وراح يقدر حتى يروح إلى الموت. اليوم إن شاء الله نحكيو شوية على الإسهال، على تعريفه، أنواعه، أسبابه، علاجه، طرق الوقاية منه، إكسيترا إكسيترا. بون، نبدأ في تعريف الإسهال عند الطيور. الإسهال هو عدم قدرة الأمعاء على امتصاص الماء من الغذاء المهضوم، فيمر ويطرح، وهو يحتوي على كمية ماء كبيرة، إضافة إلى فقدان البراز، الغشاء الشفاف الذي يبقيه متماسكا. وش معناتها؟ معناتها أنه هذوك الأمعاء اللي كاين عند الطير، نرسمه بشكل تقريبي فقط، هنا الأمعاء اللي عند الطير مصار نتاعو، هنا يلحق إلى المجمع، ثم أكرمكم الله المخرج، هكذا يا المجمع والمخرج. الغذاء هذاك اللي بعد ما الطير كلا هذيك البراقة، هذيك كلا هذيك الحبوب، هذيك كلاها، الغذاء هذاك واش يصرى له؟ راح يمر في المعدة الغدية، يصرى له هضم كيميائي بالأحماض وبالما إلى ذلك، ثم يمر إلى القانصة. كي يمر إلى القانصة وش راح يصرى؟ راح يكون هضم فعلي حركي اللي هو في القانصة. بعد الهضم هذاك الفعلي والحركي، ويتخلط بهذوك الأحماض والإنزيمات والبيبسين وقدامنا وقاع هذوك الصوالح، يحبط للأمعاء قبل أن يطرحه هذاك الطير، وين يحبط الغذاء هذاك اللي ترحى كما نقولوا، تهضم، حبط للأمعاء. كي يوصل للأمعاء كاين عملية تدعى بعملية الامتصاص، هكذا راح الأمعاء هذيك تمتص الأغذية اللي كاين في هذاك الغذاء اللي جاز تهضم، وتمتص السوائل، الماء، أملاح معدنية، اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. هنا كي يكون مشكل في الأمعاء، سواء مرض بكتيري أو مرض طفيلي، بارازيتار ولا بكتيريان، هكذا، ولا يكون كاش مشكل، يكون الغذاء هذاك فيه كمية سوائل كبيرة على أنها تقدر، لأنه عملية الهضم عندها وقت، عندها مدة زمنية معينة، هكا بمجرد مرور مدة زمنية، هكا عند الإنسان ساعتين، عند الطير صغيرة يا ربي دقائق، نقولوا بالك تكون كاش نصف ساعة ولا ربع ساعة، يعني في هذيك خلال هذيك المدة الزمنية مر الغذاء محملا بالسوائل والماء الزائد عن الكمية الطبيعية اللي تكون في الأمعاء، ويقدر يمتصها الأمعاء بإجراء عملية امتصاص طبيعية، راح يمر هذاك البراز، راح يطرحه الطير بشكل طري وبشكل إسهال. هنا البراز أكرمكم الله، شفنا أنه براز الطير هاوليك زعما نقولوا هكذا، يا جاي هكذا براز الطير بشكل تقريبي، هذا نقولوا براز تاع الطير، هذا براز في الحالة الطبيعية. وش من واش يتكون براز الطير؟ هكا أكرمكم الله، الزقة هذيك تاع الطير من ماش تتكون؟ تتكون من الجزء الأبيض، هذاك الجزء الأبيض هو اليوري، اليوري سو فورم دوغات، هو أكرمكم الله يمثل الجزء الأبيض في براز الطير
اليوري سو فورم على شكل يورات اللي هو حاشاكم بول الطير، ويمثل الجزء الأسود هذاك الفضلات الصلبة أكرمكم الله، هاي فضلات صلبة. وكاين غشاء شفاف يحيط بهذا الغشاء الشفاف هذايا، غشاء شفاف. هذا الغشاء شفاف وكأنه كيس شغل صاشي كما نقوله يحوي هذا البراز هذايا، يعطي له لا ستركتور اوموجين هذيك تاعو، يعطي له الشكل هذاك تاعو اللي متماسك ما يتحلش يخرج كما نقولوا يتحل قاعدك، يبقيه بشكله. شوفوا الانثى كي تكون توكل في الفرخ تاعها، الاناث سواء اناث الطيور كامله تقريبا كامله كي تجي توكل الطير تاعها تعطي له لابيكي توكل الطائر تاعها، ومن بعد اكرمكم الله هو غير ياكل يخرج هذيك البراز تاعو الزقه هذيك يخرجها، الام تاعو هذيك الفماله هذيك الانثى هذيك تحكم هذاك البراز بمنقارها. لولا وجود هذا الغشاء الشفاف اللي يحوي هذه الفضلات هذوما لا راه هذاك البراز هذاك اكرمكم الله يطل شغل يطيح يطلس كاع ما تقدرش تشدو. مادام عنده حاجه شغل الانستركتور كيما نقولوا اوموجين متماسك تقدر تشدو، وهي احيانا تبلعو تقوم بابتلاع هذاك البراز. ومن بعد في موضوع واحد اخر نفهمكم علاش تبتلع هذاك البراز وما تديهش ترميه. المهم موضوعنا اليوم على هذا الغلاف الشفاف اليوري على شكل يورات والفضلات الصلبه اللي هو الجزء الاسود، هذه في حالات في 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 حاله براز طبيعي غير مريض. هذا الطير غير مريض. كي يكون الطير مريض بالتهابات معويه او اي مرض معوي وخاصه بكتيري منه بكتيريا، راح البكتيريا هذيك راح تقضي راح تدمر هذا الغشاء. ما دام تدمر هذا الغشاء هذا البراز هذا ماشي راح يكون متماسك، راح يتخلط الاسود مع الابيض، راح ما كاش غشاء يعطي له شكل كما يقول متماسك. هنا راح تكون البراز على شكل مميز شغل يكون سائل ما كاش حاجه تشدو كما نقولوا. هذا ثاني ينجم يكون ناجم عن الطفيليات المعوية والبكتيريا وإلى ذلك من أمراض معوية. نروح الآن إلى أنواع الإسهال. هاي شوف الإسهال هو عدم قدرة الأمعاء على امتصاص الماء من الغذاء المهضوم فيمر ويطرح وهو يحتوي على كمية ماء كبيرة، إضافة إلى فقدان براز الغشاء الشفاف الذي يبقيه متماسكا. هذا هو وش حبينا نفهمه. الآن أنواع الإسهال، اول نوع وهو نوع غير خطير وهو الاسهال العابر لا دياري باساجير كما نقولوا، جايز هذا ماشي ما راحش يكون تما عنده تاثير كبير، ولكن يجب عدم التهاون معه. بمجرد انك تشوف الاسهال هذا العابر جاه الطير تاعك هنا تبدا تصحح الامور. هو اسهال عابر يمكن للطير ان يتخلص منه بتصحيح الغذاء، انقاص النباتات البريه، البيض المسلوق، الخضار والفواكه والغذاء الطري. مثلا قمنا بتقديم الخيار والخضروات والاوراق الخس والنباتات البريه تيفاف هنديبا الى اكسترا اكسترا، قدمنا بكثره الزوج هدايا طير هدايا، مادام قدمنا غذاء يحتوي على الياف سيليلوزيه ويحتوي على ماء بكميه كبيره راح يمر في البراز تاعو ويمر في الامعاء يمر كميه ماء كبيره راح تسبب اسهال. الاسهال هذا راح يكون عابر. كيف نصححهم بعد نشوفوا كيف نصحح. النوع الثاني وهو الإسهال الناجم عن مرض، أي مرض يدير الإسهال. الإسهال هو أكبر عارض من أعراض الأمراض للطيور. ضربة الريح البارد والرطب تدير إسهال، أمراض كل الأمراض اللي تقيس الجهاز الهضمي تدير الإسهال. الفزع لو شوك يعني شرحتها لكم علاش تجي الاسهال وكيفاش لا تكسر واسمو العصاره المعويه هذيك كيفاش لا تكسر في الامعاء باش يخرج براز لون بلون اخضر تكلمنا عليه في 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 فزع الفزع تسمى عند الطيور. لو شوك الفزع لو ستريس التقلق باسكو كاين اختلاف ما بين الفزع والتقلق. هكذا الفزع يجي شوك شغل سوبيتمون جه بو عمار صاشي طاحت الكاجا. ستريس يقدر يطول يقدر صيد جديد درتو في كاجار يقعد ستريسي حتى لشهر شهرين وهو مستريسي مقلق هكذاك لانه كان حر يطير سجنته.
وش كاين تاني؟ كثرة استعمال قلنا الأدوية والمكملات الغذائية هذه الشيميك هذه الكيماوية الكيميائية كيميائية ماشي كيماوية الكيميائية كثرة استعمالها أيضا يؤدي إلى هذه الإسهالات هذوما وكل أمراض كل أمراض تقريبا تدير الإسهال. هو هذا النوع الإسهال ناجم عن مرض هو هذا النوع هو الأخطر وأشد إسهال على الطير يتزامن مع المرض يسبب جفاف جسم الطير لا ديزيدراتاسيون الجسم تاع الطير راح يجف من السوائل هنا الطير راح فقدان سوائل الجسم وفقدان الوزن تاني لأنه الماء يشكل جزء كبير من وزن الكائنات الحية والطيور ليست مستثنات من هذا الشيء. يزول هذا الإسهال الناجم عن المرض يزول بعلاج المرض المسبب له عالج المرض يزول هذا الإسهال ويجب إعادة التمييه بتقديم سوائل إعادة التمييه إما نخدموهم إحنا بثلث مكونات وشنو المقادير لازم تكون تعرف المقادير تاع الطيور يعني مثلا ثلاث ملاعق هكذا ثلاث ملاعق سكر زائد ملعقة ملح ثلاث ملاعق صغار تاع القهوة السكر وملعقة واحدة تاع ملح نديروهم هادوما نديروهم في نصف لتر ماء معدني ماشي تاع العين هكذا هذا من بعد ان شاء الله نشوفوا الموضوع تاعه لانه الطير ماشي كاع كيما الانسان يدير مقدار كبير من السكر والملح لكن احنا نديروا 3 ملاعق سكر وملعقه ملح تاع كويره كافي ملعقه قهوه في نصف لتر من ماء معدني ويقدم والمحلول هذا صالح 24 ساعه مر 24 ساعه نرميوه هكذا نمدوا للطير يشرب منه لإعادة التمييه إلى جسمه الذي فقد السوائل هكذا نعاودوا نرجعوا توازن السوائل في جسم الطير الجلد تاعو ما راحش ينشف ونحولوا لا ديزيدراتاسيون. قلنا أسباب الإسهال أولا أسباب الإسهال العابر كثرة تقديم الخضر الفواكه والنبات البري كثرة تقديم البيض المسلوق والغذاء الطري هذو أهم الأسباب. أكل الطير لمواد غير صحية كطلاء الجدران والخشب إلى آخره يعني الطير هذا يتعلق أنت في جدار الجدار هذاك يكون المسمار هذاك تاع التعليق يكون الطير هذاك ينقب الطلاء هذاك لوندوي اللي فيه والبلاطر هذاك هنا راح أكيد راح يديله إسهال مشتمة تاع الخشب أو تعلقوا في خشب في 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 مثلا كاين خشب فيه مسمار تروح تعلق فيه ياكل منه راح يضره راح ينجم يدير له الإسهال تاني. هاي يما العزيزة استعمال البهارات والزيوت مثل زيت الزيتون بكثرة للطيور يعني انت الطير هذا يتحكمه كما قلنا الحرمل والزرمل والكركم والفلفل الكحل ومعبيش وشنو الكروية وراس الحانوت والزيت الزيتون دوبارة دير له دوبارة حار وزيد له حبة مرقد كما نقوله والله يا خوتي والله أنا نحلف تالات غير الأمراض المعوية البكتيرية والطفيلية طفيليات تاع الأمعاء والميغا بكتيريوز والتهابات الأمعاء والتهابات المعدة الغدية التهاب القانصة شوف الكانديديوز والله أنا نحلف لكم بربي وهذا حلف قسم على تجربة وعلى على قاعدة علمية الطائر ما يبراش بالبهارات هذوما لي زيبيس طيبوا بهم الدجاج طيب بهم اللحم طيب بهم الماكله كلهم انت الانسان عنده فايده كي يطبخ بهم البهارات هذوما لكن الطير والله غير البهارات هذه لي هاد الصوالح هادو الكركم والكرويه وهذا الخرطي هاد البهارات بزاف كي تستعملهم بزاف بطريقه مركزه للطير والله غير راح تزيد تهلك فيه والله العظيم غير راك تزيد تهلك فيه بعض الاحيان وبعض البهارات القليله مثلا كما نقولوا كاين ديزيبيس قليل وين تقدر دير بهم وقايه شغل استيس دو غرومير كما نقولوا نصيحه تاع الجده بصح توجور نقعدوا في اطار للانسان ما تستعملهمش مع الطيور
الطير هذا ما يتلاقاش بالزرمل والحرمل والكركم والفلفل والكحل والعكري والتمسخير، هذا قام ما يتلاقاش به في حياته، ما تعطيه لوش. مرض لك شفت إسهال عابر، أنا ورينا لكم كيفاش، يعني وريت لكم كيفاش تقدر تصلحه، وماشي باللي زي بيسو وبالزيت الزيتون. زيت زيتون تقدر تستعملها مثلا كي يكون عنده إمساك حاد، عنده إن كونستيباسيون من الغذاء، كونستيباسيون ماشي من الدود، ولا مثلا يأكل غير الغذاء الناشف، يضرب غير براق الساك ولا يضرب غير الميلونج تاعو والماء، هنا راح يدير له إمساك، راح يدير له إن كونستيباسيون. تشوف الطير هذاك مسكين عنده صعوبة في إخراج البراز، هنايا كي يكون إمساك عابر وليس ناجم عن مرض كيف كيف، بعد نشوف الموضوع وإن شاء الله راح تحكم ورقة خس، ورقة شلاضة، راك تشوف هذا اللبو تاع لو دوا، سمحوا لي على هاد البلاطرة هذا وسبيغة، والله راني في شونطي، راني في داري نبريكولي هكذاك، ودرت موضوع باش باسكو عنده أهمية كبيرة. خاوتي شفتوا لو بو دو دوا هذايا، تقيس هكا في زيت زيتون، ها شوف تقيس هكذا، ما تلحقش قطرة، وتجوز تكون يدك مقية حبيبي، تجوز في هذيك الورقة تخص هكا، شغل تدهنها بقليل جدا من زيت الزيتون، ياكلها الطير راح تمشي له كرشو، هذا ما كان. بصح باش تطيح عليه نتايا، شفت ناس يخلط الحلبة مع غبرة، حلبة غبرة مع زيت الزيتون ويمدها للطيور، علاه يا صاحبي علاه؟ علاه راك دير له إسهال يا صاحبي؟ شفت واحد يدير واسمو هذاك العكري الأحمر هذاك، يديرو في الماء ويقول لك نلون به الطير، راك تمسخر بيا. المهم البهارات هذه والزيوت والخروط وهدايا، هدايا طيبوا به، هذا ديروه استعملوه في الطياب في الاكل، ما تستعملوش للطيور هكذا خاوتي، والله راني نهضر من قلبي ومن نيتي وعن تجربه وعن عن دراسه علميه هكا. معليش نكملوا. النوع الثالث اللي هو الاسهال الناجم عن كثره استعمال المضادات الحيويه والادويه والى ذلك، مكملات غذائيه والى ذلك. كاين نوع من انواع الاسهال هذا ثاني راح ياثر سلبا على صحه الطير. بون، تسبب المضادات الحيويه اسهالا في كثير من الاحيان، وذلك بسبب الاطاله في مده العلاج بها، اضافه الى عدم احترام الجرعات الموصى بها، تركيز دواء والطير الموجهه له، يعني النوع تاع الطير هذا اللي موجهه له. نشرحوا شويه هنايا، قلنا انه كثره استعمال ليزونتيبيوتيك المضادات الحيويه خاصه المضاد الحيوي واسع الطيف، هكذا مضاد الحيوي اللي يكون لارج سبكتر او واسع الطيف، واش راح يدير هنا؟ راح يحبط، راح يقتل البكتيريا والبكتيريا الضاره والبكتيريا النافعه، يحبط كلش، شغل بومبا اتوميك، قنبله نوويه في المعده تاع الطير، يحبط كلش المليح والدوني، ينحي كلش، باش من بعد هذيك المعده راح تبدا الجهاز الهضمي راح تبدا ازيرو، انت تما تقدم البروبيوتيك، البروبيوتيك هذاك راح يمنع من تشكل الاسهال ويفيد بزاف، يفيد بزاف في علاج، ويفيد بزاف في الفلور انتستينال تاع هذاك الطير، الفلورا المعويه. الاطاله كي تطول انت تستعمل مضاد مضاد حيوي هو عنده 8 ايام، انت تروح تستعمل 20 يوم، هنا راك زهلكتو الطير، هنا ماشي حتى نفعو هاك، هلكتو راح تضعف له المناعه ودير له اسهال. عدم احترام الجرعات، دوك حنايا مثلا نعطوا مثال على مثلا مضاد حيوي بايتريل، بايتريل هكذا، البايتريل يقول لك دير زوج 2 قطرات 50 في 50، سمحوا لي على بالك شحال واعر في المية، وتكتب 50 مليلتر ماء معدني باينه، مده العلاج 8 ايام، ثم بروبيوتيك هكذا باش نرجعوا البكتيريا النافعه، لانه البايتريل مضاد حيوي واسع الطيف، وجاب لي ربي مضاد حيوي واسع الطيف ستاتيك، هو ستاتيك يعني يشل حركه الطفيليات، ما يخليها لا تتكاثر لا تتغذى، ستاتيك ولا والله ما على بالي بكتيريو ستاتيك، من بعد نشوف نراجع شويه المضادات الحيويه ونديروا ان شاء الله كل مضاد حيوي اللي نستعملوه نشرحوه بالتفصيل. قلنا زوج قطرات في 50 مليلتر ماء معدني، مده العلاج 8 ايام، وبعدها بروبيوتيك. انت تروح دير هنايا 8 قطرات في 50 مليلتر ماء، ودير مده العلاج 16 يوم، وموراها ما تمدش بروبيوتيك، هنا راك هلكتو الطير هذايا، هنا راك درت له شغل كيما نقولوا ما احترمتش كاع الجرعه ومده العلاج، هنا راح تهلكو، راح تزيد تبركلو اكثر من اللي كان مريض هكذايا. تركيز الدواء،
ايضا تركيز الدواء لازم نحترموه. بايتريل هدايا بتركيز 10% 10% هو اللي نديرو زوج قطرات في 50 مللي. كي يكون بايتريل تركيز 5% نديرو 4 قطرات في 50 مللي، ليكيفالون تاع 10% تاع القطرتين تاع 10%. واش تاني قلنا؟ الطير الموجهة له، يعني مثل دواء الدواجن، انت دواء تاع الدجاج، دواء موجه للدجاج وموجه للخرطي هذاك، لازم كيما نقولوا تقدر احيانا تقدر تستعملوه للطير تحسب الجرعه، ولكن مليح لو كان تتجنبوا دواء الدواجن، خليه للدواجن. دواء الطيور الزينه، طيور صغيره المخصص لها، استعمل معها دواء موجه لاستهلاكها هي. فيما يلي جدول على نوع الاصابه وعلاجها بشرح بسيط. بون، الاسهال العابر هذا شغل ريكابيتولاتيف، ما نقولوا نعاودوا نديروا تلخيص. الاسهال العابر تصحيح الغذاء، ايقاف النباتات البريه والغذاء الطري وما الى ذلك. الاسهال الناجم عن المرض، علاج المرض اعاده الاماهه بتقديم محلول التمييه. الاسهال الناجم عن كثره استعمال المضادات الحيويه، اولا احترام الجرعات، احترام مدة العلاج، احترام تركيز الدواء، احترام أنواع الطيور موجهة الدواء لها، يعني دواء جن ولا طيور زينة ولا. قراءة نشرة الدواء جيدا، لا نوتيس هذيك اللي تجي مع الدواء اقراها وفهمها مليح باش تعرف وش كيفاش نستعمله المدة والجرعة. كي تغيب لك الاتصال ببيطري أو مختص علاج طيور للاستفسار عن طريقة وجرعة ومدة العلاج. قاعدة عامة نستنتجوها من كل هذا وش هدرنا، عالج المرض يزول الإسهال، يرجع الامتصاص، يرجع الوزن، ترجع الإماهة، يشفى الطير. وبارك الله فيكم والسلام عليكم.